نظم حزب الوفد بالغربية مؤتمرا جماهيريا حاشدا لتأييد مرشح الحزب عبد السند يمامة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأكد عدد من الحضور أن الحزب قرر المشاركة في الانتخابات الرئاسية بعدما أخذ كافة الضمانات بوجود انتخابات رئاسية نزيهة، مطالبين الشعب بالخروج في أيام الانتخابات الرئاسية والمشاركة الإيجابية فيها. خطابي للأمة كلها، احنا عندنا استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية، وده التزام وفقا لحتى القانون مباشرة الحقوق السياسية، التزام على كل من بلغ 18 عاما. فأنا بدعوهم إلى مباشرة هذا الحق والتقدم إن شاء الله في أيام الانتخابات، وكل يدلي برأيه وهذه الشهادة. احنا حزب عمرنا 104 سنة، أي عيلة هتلاقي فيها الجد وفدي، الأخ وفدي، الخال وفدي، فالوفد كان يعني في كل بيت. أتمنى أن يترجم هذا يوم الانتخاب، وأن تذهب الجماهير لاختيار المرشح الأوفق لمصلحة مصر والمصريين. أول مرة في التاريخ المصري الحديث يكون في أحزاب بتتنافس على منصب رئيس الجمهورية، وده منتهى الديمقراطية وبنمارسها بمنتهى الحرية. وإحنا عندنا برنامج قوي، برنامج عن الصحة وبرنامج عن التعليم، برنامج إن شاء الله هيتم عن السياحة، والسياحة لو أي دولة اهتمت بالسياحة أعتقد إن إحنا هنبقى في مركز متقدم ماليا بالنسبة للعالم.